شكرا للزميل الاخضر بالريش. اصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا من مدينه سان بيترسبورغ. نلتقيكم في تواصل مع ماتشات ومباريات دور ال 16 لكاس العالم لكره القدم روسيا 2018 بمفاجاتها ومنطقها. تتواصل البطوله بنظام خروج المغلوب هنا السويد وسويسرا في المباراه المتكافئه على الورق وعلى الميدان، والفرصه التاريخيه والامكانيه المتاحه لكل فريق لبلوغ تاريخي لدور الثمانية في مونديال الفوتبول. هنا نحن في سان بيترسبورغ، تاريخيا هذه المدينة شيدت في 1703 على يد القيصر بيير لوغران في منطقة تاريخية كانت محل نزاع مع مملكة السويد. إذا نحن قراب برشا للمملكة السويدية. سان بيترسبورغ هي الثاني أكبر مدن روسيا بعد العاصمة موسكو بعدد سكان يبلغ 5.5 مليون سكن. على فكرة هذه المدينة تاريخيا بين 1712 و1917 قبل الثورة الروسية، ثورة البلاشفة، كانت تسمى سان بيترسبورغ وكانت عاصمة للإمبراطورية. فيها ثاني أهم الموانئ الروسية على بحر البلطيق بعد ميناء بريموسك، وهي ثاني مدن أوروبا من حيث المساحة، كبيرة برشا مدينة سان بيترسبورغ، ثاني أكبر مدينة أوروبية من حيث المساحة، والخامسة بعدد السكان. كانت تسمى بيتروغراد، سمت في التاريخ بين 1924 العام 91 أيام سقوط الاتحاد السوفيتي في الحقبة السوفيتية كانت تسمى لينينغراد، وبعد 91 رجعت لاسمها التاريخي سان بيترسبورغ. سان بيترسبورغ على فكرة هي مدينة الرئيس فلاديمير بوتين وزوجة لينين ناديجدا وأنا بابيلوفا، وهي راقصة الباليه الشهيرة على المستوى الرياضي من هذه المدينة. سان بيترسبورغ يبقى أسطورة السباحة في 1500 متر السوفيتي وقتها سالينيكوف. هذه بعض المعطيات على هذه المدينة، بعض المعطيات والأرقام على سان بيترسبورغ. هنا روسيا الجميلة يتواصل فيها المونديال بهندسته المعمارية، بتراثه، وأيضا بطيبة شعبه. على الأقل هذا ما لاحظ لندن على ملعب ويمبلي. تنطلق الهجمة السويسرية، كرة خطيرة والحارس متألق، الحارس روبن أولسن حارس في الدوري الدنماركي يلعب في الجار، كرة هدف الأول يعذب ويضيع الكرة، يضيع كرة التقدم ماركوس بيرك لاعب الدوري الإماراتي ضمن الكبير العناوي. شوف الكرة، شوف الباس، شوف التمرير، شوف الانطلاق. 38 بعد رجع من 2014 كمدرب وطني لسويسرا. قلت التوزيع، التوزيع والدفاع مره اولى، الترجه السويديه الفريق الاقرب ممكن للتسجيل، هكذا معطيات الماتش. ترجه وليش سويسرا في المركز السادس، يعني خير من الارجنتين وانجلترا. هنا كره ملعوبه والكره اوت. التصنيف طبعا يخضع لبرشا مباريات، لبرشا مقاييس، لبرشا اليات. يعني سويسرا لما تلعب مره اخرى عن طريق ماركوس بيرغ، ماركوس بيرغ للفريق السويسري في الدفاع في امان، والكره ترجع ضربه مرمى. 16 دقيقه لعب في الشوط الاول، استحواذ اكثر سويدي، ولكن جورو في التغطية يرجع الحارس سومر. برشا تحفظ في المباراة بامتياز، تمشي التوزيع العرضية والكرة في الدفاع، هو التماس هجومي لسويسرا. شاكيري، شاكيري يدخل منطقة الجزاء خطيرة بالراس والكرة ترجع، لعب في روما ومنش جلادباخ. ثم عندنا أيضا في الكرة ترجع كرة ضربة راس في وسط الميدان، يلعب تزيمايلي أو تشاكا زمايلي. الفوارق الفنية لمصلحة رفقاء الركض. الكرة من الدفاع للاعب أوغستنسون، ترجع الكرة على خطة لمنتخب السويد. 38 ونظم المونديال في 54، ترجع الكرة خطيرة، محاولة يخرج الكرة للفريق السويسري، محاولة هذه خطيرة بالرأس، الكرة بالرأس عن طريق اللاعب، عن طريق اللاعب رقم 14 اللاعب زوبر. زوبر يلعب في البوندس ليج 8 في مونديال الروس. ترجع الكرة عن طريق الحارس سومير، سومير عن طريق اللاعب لانج، يوزع كرة خطيرة بالرأس والدفاع، امتياز الدفاع السويدي، من أصعب الكرات ومن أفضل العرضيات لمنتخب. الكرة تلعب تتوزع خطيرة، فرصة المنتخب
السويدي، فما شاص السويدي وهدف الاول. الحارس يتعاملك، سومير يتعاملك، مازالت الكره للسويد الفيكينج، تضرب الكره في الدفاع او في رفيق وترجع الكره على امكانيه المدرب الى معلومات رودريغيز، والجائزة للعلوم وكل شيء في التاريخ. ترجع الكره خطيره بالسويسري، محاوله التسديد حلوه ولكن عاليه، ورتعت للخشبات الثلاث. هي مجرد تنبيه، مجرد دقة ساعة سويسرية بدقتها بمواصفاتها العالمية. السويدي تلعب كرة على القائمة الثانية، هذه خطيرة، هذه خطيرة باش يرجعها ولكن الدفاع أصبح كرة خطيرة على الفريق السويدي والإنجليز. الأسود الثلاثة مطالبين الليلة أن يتجاوزوا الكافيتيريوس. مسالة، مسالة مع كولومبيا. الكرة المنتخب السويسري في محاولة، والكرة تمشي رويد رويدري غطي على كورتو، يربح ركنية، لا برافو المدافع، يمنع الكورنر. لاعب المدين أمس سيشهد المونديال بطل جديد، والهدف الأول يضيع، والهدف الأول ضيعه الزمايلي. مشاركة إيطاليا، اللقب يبقى بين أوروغواي وبين فرنسا وبين سان بيترسبورغ. الكرة خطيرة والعكسية، الركنية، الركنية السويدية يا سادة. دفاع، كرة خطيرة ترجع بالدفاع السويسري، كرة خطيرة، هيا هيا جول، مش ممكن، مش ممكن، خرجوا اللعب هذا، مش ممكن، مش ممكن. الفرصة اللي عندها رقم 8، مش ممكن يا إكدال، مش ممكن يا إكدال. عدم القاتل ماركوس، يلعب بيرج، يدخل منطقة الجزاء، هيا بيرج تعمل، هيا بيرج الصغير يتفرجوا. الكرة ترجع للفريق السويسري، خطأ أول مرات. شاكيري، شاكيري عرضية خطيرة جدا، المنتخب السويسري وانجاز، تمشي كرة ملعوبة الفريق السويسري. رمي خطيرة الأخيرة، هذه الأخيرة المثيرة، الأخيرة الخطيرة، والحارس يرجع كرة، والحكم ماذا يقول؟ يقول فما لمسات يد، يقول فما لمسات يد على رقم 14، لاعب سوبر، لاعب هوفنهايم في الدوري الألماني.